حضراتكم من جديد والى التفاصيل. وصل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا للقاء الفجيره ان شاء الله الاماراتي وديا في 27 من مارس الجاري. المباراة تقام بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس نادي الفجيرة الإماراتي إن شاء الله. النجم شريف إكرامي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى تدريباته التأهيلية تحت قيادة الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل على هامش مران الفريق والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. إكرامي قام بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي غدا لتحديد مدى إمكانية لحاقه ببعثة الأهلي التي تغادر القاهرة بعد غد الأحد. إن شاء الله هتغادر البعثة بعد غد الأحد للإمارات للقاء نادي الفجيرة وديا. نجم وليد سليمان اكتفى بالتدريبات او باداء جلسه اليوم في الجيم على هامش مران الفريق والذي اقيم على ملعب التتش. يعود سليمان الى المشاركه في التدريبات الجماعيه غدا ان شاء الله فيما كان اللاعب قد غاب بالامس عن تدريب الفريق بعد حصوله على اذن من مدير الكره سيد عبد الحفيظ. أيضا وصل أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم قادما من تونس بعد الحصول على أجازة قصيرة للإطمئنان على أسرته مستغلا فترة توقف بطولة الدوري العام. الشعلالي يقود تدريبات البدنية إن شاء الله غدا قبل السفر إلى الإمارات يوم الأحد استعدادا للقاء ودية الفجيرة. يعني لمزيد من التفاصيل هينضم إلينا أمير هشام. أمير هشام أهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه الاول؟ طمنا عليك. كله تمام يا كابتن ميدو، انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طمنا بقى على الفريق وطمنا على اخر استعداد الفريق وطمنا عن وصول انيس شعلالي وكل الاخبار الجديده عندك يعني. طبعا الفريق بيستعد او بالتحديد استأنف استعداداته امبارح وتواصلت هذه الاستعدادات النهارده اليوم التالي على التوالي للفتره المهمه المقبله بالنسبه للفريق عقب التأهل لدور 16 من دوري ابطال افريقيا وده كان الهدف الاساسي وايضا عقب الفوز ببطوله الدوري كان احدى الاهداف المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي الفتره المقبله فتره مهمه برضه يا كابتن ميدو بالنسبه للفريق فالاستعدادات اكيد متواصله بالنسبه للنادي الاهلي. لكن النهارده المران كان الساعه 9 صباحا قاده كابتن احمد ايوب طبعا نظرا لعدم تواجد كابتن حسام البدري وتواجده في كندا لزياره اسرته. بالمناسبه كابتن حسام البدري هيطلع دايركت على طول من كندا على دبي عشان ينضم لمعسكر الفريق مواجهه فريق الفجيره هناك في دبي. التدريبات عايزين نتكلم عن نوعيه التدريبات شويه كابتن ميدو، هو التركيز على الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا خصوصا ان الفريق كان الفريق كان واخد 48 ساعه طبعا راحه بعد رحله شاقه جدا في الجابون. فبالتالي كابتن احمد ايوب وجهازه المعاون طبعا بيأدوا او مركزين بشكل كبير على الناحيه البدنيه لارتفاع المعدلات البدنيه بالنسبه لبعض لاعبي النادي الاهلي خصوصا من اللاعبين المتواجدين دلوقتي في تدريبات النادي الاهلي مش كلهم اللي بيشاركوا بصفه اساسيه فبالتالي اكيد محتاجين معدلات بدنيه عاليه بالنسبه لهم خلال الفتره دي عشان يكونوا جاهزين طبعا في اي وقت ممكن الجهاز الفني يحتاجهم في خلال الفتره المقبله. التدريب او اللاعبين موجودين يا كابتن ميدو حوالي 16 او 17 لعيب اللي بيشاركوا في تدريبات النادي الاهلي نظرا لتواجد عدد كثير من لاعبي الفريق في مختلف المنتخبات سواء منتخب مصر الاول، المنتخب الاولمبي، المنتخب الجنوب افريقي طبعا بثماني ويمكن لعب مباراه وتالق فيها، منتخب المغرب لوليد ازارو وايضا علي معلول، الجونيور اجاييه، جونيور اجاييه لسه ما سافرش طبعا هيسافر اول ما التاشيره تجيله واحتمال يلحق المباراه الثانيه، منتخب نيجيريا في معسكر بولندا هيلعبوا صربيا في المباراه الثانيه، المباراه الاولى مع بولندا مش هيلحق جونيور اجاييه، المباراه الثانيه هيلعبوا صربيا ان شاء الله بنسبه كبيره هيلحق هذه المباراه. الامور بشكل عام ماشيه بشكل جيد النهارده مع نهايه المران ايضا كانت تقسيمه معتاده وشارك فيها جميع اللاعبين
بشكل جيد جدا، وتألق بعض اللاعبين زي حسام غالي اللي يمكن عمل تقسيمه جيده جدا النهارده يا كابتن. تمام يا امير، يعني قول لي ردود افعال اللاعبين على القرعه الافريقيه. ما فيش ردود افعال يعني كبيره بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، خصوصا يا كابتن ميدو ان النادي الاهلي دايما بينافس على البطوله، واللي بينافس على البطوله ما بيركزش مين اللي معاه في المجموعه، بيبقى مركز بس ان هو يفوز في اي مباراه ياخدها في بطوله دوري ابطال افريقيا. وبالتحديد يا كابتن ميدو السنه دي النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا على البطوله دي، ان هو ان شاء الله يقدر يفوز فيها، لانه عارف ان الهدف الاساسي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان الفريق بقى له 5 سنين ما بيفوزش بالبطوله دي، فبالتالي هي غايبه بقى لها فتره، فبالتالي اللاعبين مركزين بشكل كبير جدا بغض النظر عن مين المتواجد في مجموعه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هو الصعوبات اللي هتواجه النادي الاهلي هو اوغندا وبوتسوانا والسفر والارهاق بتاع السفر، بخلاف طبعا فريق امام فريق الترجي دي بالنسبه لنا قريبه شويه، واجواء يمكن الاهلي بيحبها جدا، وملعب رادس طبعا النادي الاهلي يعني ده يعتبر ملعب مهم جدا بالنسبه لنا، وحققنا عليه انجازات كبيره، والنادي الاهلي صعد وفاز ببطوله دوري ابطال افريقيا من خلاله، لكن هو يعني التخوف كله من اجهاد السفر سواء لبوتسوانا او اوغندا طبعا اللي هنقابل فرقهم في بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في دوري المجموعات. لكن بشكل عام الفريق مركز بشكل كبير جدا يا كابتن ميدو في هذه البطوله، وخصوصا بعد حسم بطوله الدوري بشكل رسمي والفوز ببطوله رقم 40، ومش بس بطوله افريقيا اللي مركز فيها الفريق، طبعا البطوله العربيه ايضا بطوله مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، وبطوله كاس مصر الفريق ان شاء الله وجميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني مركزين ان هم يحققوا اي بطوله ان شاء الله يشاركوا فيها هذا الموسم، خصوصا في ظل الحاله الفنيه العاليه جدا عند اللاعبين، وايضا الجهاز الفني مركز على الجزئيه دي بشكل كبير، وعايز يستغل هذه الفرصه طبعا لحصد اكبر كم من الالقاب ان شاء الله هذا الموسم، وبالتحديد طول دوري ابطال افريقيا اللي ان شاء الله الفريق مركز فيها بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي طبعا ما بيهابش اي فريق هيقابله في هذه البطوله، عشان زي احنا عشان كابتن ميدو اللي عايز يفوز بالبطوله بيركز في اي مباراه بيبقى مش فارق معاه هيقابل مين، وهو ده اللي مركز عليه فريق النادي الاهلي الفتره الحاليه يا كابتن. تمام، طمني يا امير، كل اللعيبه هتسافر ولا في لعيبه هتستنى هنا في القاهره؟ لا لا، بالنسبه لكبيره كل اللعيبه ان شاء الله هيكونوا متواجدين في مباراه الفجيره، خصوصا كابتن حسام البدري عايز يجرب بعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا الفتره الاخيره، زي ما انت عارف كل اللي كانوا بيشاركوا تقريبا متواجدين في المنتخبات، فبالتالي هتبقى فرصه كويسه جدا لكابتن حسام البدري ان هو يقف على مستويات بعض اللاعبين نظرا لاحتماليه الاحتياج ليهم خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات اللي هياخدها او النادي الاهلي او مختلف المباريات بشكل عام، وايضا تجهيزا ليهم ل6 مباريات المتبقيه من بطوله الدوري الممتاز، واللي هيكون فيها استراتيجيه مختلفه من كابتن حسام البدري وجهازه المعاون للدفع لبعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره الاخيره لتجهيزهم، وطبعا الوقوف على مستواهم ومدى امكانيه الدفع ليهم في بعض المباريات المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. تمام امير، برضو طمنا لو في كلام عن صفقات جديده، في كلام عن رجوع لعيبه من اعراض، طمنا لو انت عندك اخبار. طيب خلينا نتكلم بالتحديد عن صالح جمعه يا كابتن ميدو. صالح جمعه عودته شبه اصبحت رسميه بالنسبه للنادي الاهلي، وده من خلال كلامي مع كابتن حسام البدري اثناء تواجدنا في الجابون. كابتن حسام البدري قال ان صالح جمعه خلاص يعني هيرجع وهيعود وينضم لصفوف النادي الاهلي للفتره الجايه، طبعا في اول فتره انتقالات وفتره انتقالات الصيفيه. خليني اقول لك ان صالح جمعه يمكن موقع هناك في السعوديه حوالي سنه ونص اعاره، لكن في بند في العقد انه في اي فتره انتقالات احتاج النادي الاهلي لعوده صالح جمعه يعود مباشره. كابتن حسام بدري قال ان هو متابع صالح جمعه من الناحيه الفنيه من الناحيه البدنيه بشكل كبير جدا، ومتابع طبعا اداؤه هناك في السعوديه، فبالتالي هو شايف ان الفتره الجايه هيكون في احتياج لصالح جمعه، ويمكن عودته حسمت بشكل كبير. خليني اقول لك ايضا ان ناصر ماهر عودته حسمت رسميا مع نهايه الموسم. ناصر ماهر هينضم طبعا من صفوف سموحه، وهو كان اعاره من النادي الاهلي لسموحه، هينضم لصفوف الفريق، خصوصا في ظل القناعه التامه جدا من كابتن حسام البدري بهذا اللاعب، وهيحتاجه بشكل كبير جدا خلال الفتره الجايه، فبالتالي ايضا هو احد اللاعبين العائدين بشكل رسمي بالنسبه للنادي الاهلي. ايضا بقيه اللاعبين المعارضين بنسبه كبيره كابتن حسام بدري هتستقر على عوده عدد كبير جدا منهم، وبعد طبعا عودتهم هيقرر هل ممكن حد تاني يطلع اعاره او الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه للفريق ده، على حسب طبعا الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري. لكن بالنسبه للصفقات الجديده كابتن حسام البدري خلاص ما بيفكرش في الناحيه الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، او كفيرو الصريح النادي الاهلي خلاص ما بيفكرش في هذه الجزئيه، او كابتن حسام البدري بالتحديد ما بيفكرش في الجزئيه دي، خصوصا في ظل تواجد
ثلاثة مهمين جدا، سواء وليد بازارو هداف الدوري، مروان محسن وصلاح محسن ايضا مهاجمين مميزين جدا. فبالتالي كابتن حسام بدري قافل جزئية المهاجم اللي ممكن يحتاجه خلال الفترة الجاية، مش هيكون محتاج مهاجمين. هو كابتن حسام بدري محتاج بالتحديد خط واحد، في طبعا محتاج خط دفاع في النادي الاهلي، وهو ده اللي بيسعى ان هو يدور عليه خلال الفترة المقبلة. وارد جدا ان هو يكون مدافع محلي، خصوصا ان احنا عندنا اربع اجانب على مستوى عالي جدا، لسه مش عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي بعد. سمعنا كلام عن رامي صبري يا امير، الكلام ده فعلا حقيقه ولا لسه؟ بنسبه كبيره رامي صبري طبعا هيكون احد لاعبي النادي الاهلي في الموسم الجديد، يعني بنسبه كبيره، خصوصا ان هو اللاعب كان واخد وعد من اداره انبي. طبعا احنا عارفين الكابتنين دول الاهلي كان بيحاول يتعامل معاه في يناير بالظبط، مفاوضات بس بدات بالفشل. فبالتالي هو كان واخد وعد من اداره انبي في ظل ايضا تمسك النادي الاهلي بضمان رامي صبري. فبنسبه كبيره ان شاء الله رامي صبري هيكون احد المدافعين، لكن ممكن ما يكونش هو المدافع الوحيد. لسه في فكر عند الكابتن حسام البدري ان يضم مدافع اخر، خصوصا ان في هذا المركز بالتحديد بيبقى فيه نقص عددي بالنسبه للكابتن حسام البدري، وده اللي دفع الكابتن حسام البدري ان هو يشفت ايمن اشرف في هذا المركز. طبعا اللاعب تالق بشكل كبير وانضم من خلال هذا المركز لمنتخب مصر، لكن هو ده المركز اللي بيقرب كابتن حسام البدري وبيحاول من خلال ان هو يدعم بعض اللاعبين في هذا المركز بالتحديد يا كابتن. تمام يا امير، يعني اخبار وليد سليمان ايه؟ يعني اعتقد ان وليد سليمان كان عنده امل كبير ان المنتخب الوطني او بقياده هيكتور كوبر يضمه في الفتره الحاليه، لكن للاسف لم يتم اختيار وليد سليمان في قائمه المنتخب في المباراتين والوديتين المقبلين. فاخباره ايه؟ كلمت روح المعنويه، حاله الاصابه بتاعته وصلت لفين؟ لو عندك اخبار. طيب بص هقول لك على حاجه يا كابتن ميدو، مش لعيب طبعا هيبقى مش يعني هيبقى مبسوط ان هو ما راحش منتخب مصر. وليد سليمان ما شاء الله لا قوه الا بالله، الراجل الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل مميز جدا، واحد العناصر الاساسيه والمهمه واللي بتعمل فارق كبير جدا مع النادي الاهلي. هو اكيد مبسوط بمستواه مع النادي الاهلي، لكن اكيد مش مبسوط بعدم انضمامه لمنتخب مصر، وهو احد اللاعبين المهمين جدا في صفوف النادي الاهلي. فبالتالي كان من المهم، او طبعا حسب رؤيه مستر هيكتور كوبر، الراجل طبعا اكيد في رؤيه خاصه، لكن احد اللاعبين المميزين جدا وليد سليمان اكيد مش مبسوط ان هو مش متواجد في منتخب مصر، ويمكن عنده بعض الاجهاد شويه وشارك في التدريبات او هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي خلال الفتره المقبله. لكن خليني اقول لك مش وليد سليمان بس، يمكن يعني عمرو السلايه ايضا بيأدي اداء جيد جدا مع الفريق خلال الفتره الماضيه، ويمكن كان في توقع ان عمرو السلايه يروح او ينضم للمعسكر ده بتحديد معسكر مهم بالنسبه لمنتخب مصر، وايضا ما انضمش، لكن لسه الفرص قائمه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي ان هم ينضموا خلال الفتره المقبله، وبالتحديد وليد سليمان او عمرو السوليه اللي عندهم امال كبيره جدا ان هم ينضموا صفوف المنتخب المصري، وبالتحديد في بطوله كبيره جدا زي بطوله كاس العالم ان شاء الله. اكيد يا امير، يعني عايز اشكرك في النهايه على كل هذا التوضيح والتفاصيل اللي انت شرحتها لنا بمنتهى الدقه. شكرا جدا امير هشام مراسلنا في النادي الاهلي. لأخبارنا في قطاع الناشئين، الكابتن الكبير الكابتن خالد جدلة مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات قال إن فريق ناشئ النادي الأهلي لكرة القدم 2002 قدم أداء قوي جدا أمام دجلة واستحق تحقيق الفوز في أحد أصعب مواجهات دوري القطاعات التي يأخذها النادي الأهلي خارج ملعبه. كابتن خالد جدلة أضاف إن الفوز حاليا أهم من الأداء، لأن النادي الأهلي يقود مرحلة حسم الدوري، وبالتالي يعد الهدف الأول هو الحصول على الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على القمة. أيضا تامر حفني مدرب فريق ناشئ الأهلي مواليد 2002 قال أو أشاد بأداء لاعبي الفريق بعد الفوز على دجلة بهدف دون مقابل في الجولة 13 من دوري القطاعات. حفني قال استغلال اللاعبين المساحات في دفاع دجلة كان وراء تحقيق الفوز الصعب خارج الملعب، وأضاف أن الأهلي كان بإمكانه زيادة عدد الأهداف لولا سوء التوفيق الذي لازم بعض اللاعبين في إنهاء الفرص أمام المرمى. أكد حفني أيضا أن الأهلي لم يحسب اللقب بعد، وأنه يطلب أو يطالب اللاعبين بالاستمرار في تحقيق الفوز حتى نهاية البطولة. يذكر أن الأهلي 2002 يحتل حاليا صدارة الترتيب في دوري القطاعات برصيد 31 نقطة. في
نفس السياق حقق فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الفوز بنتيجة 4-1 على فريق وادي دجلة اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة منطقة القاهرة. وأكد ميدو نبيل نجم المباراة الأول وكان نجم المباراة الأول ميدو نبيل بعدما تمكن من إحراز هدفين وتقديم مستوى أكثر من رائع خلال المواجهة، وتفوق الأهلي في أحداث المباراة منذ بدايتها وأحرز الأهداف ميدو نبيل هدفين وصلاح رضا ومحمد عمر سرحان. ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 الكابتن محمد سعد طبعا مدير فني الكبير، والكابتن ممدوح عبيد مدربا، والكابتن بهاء جمال الدين مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة الرجال بالنادي الأهلي أن الفريق أغلق صفحة الفوز بلقب بطولة كأس مصر والتي توج بها الفريق على حساب سبورتينج، وأوضح أن تركيز الفريق انتقل إلى الإعداد بقوة لمباريات دوري السوبر للمحترفين، خاصة أن الأهلي لم يفقد الأمل في المنافسة على اللقب، وسوف يقدم الفريق كل ما لديه حتى آخر لحظة من خلال الفوز بجميع المباريات وانتظار نتائج المنافسين. وأشار إلى أن معنويات اللاعبين ارتفعت بقوة بعد التتويج بالبطولة أو ببطولة الكأس، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تقديم عروض قوية خلال الفترة القادمة. نفس السياق قال طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال النادي الأهلي أنه تم تجديد عقدي ثنائي الفريق مؤمن أبو العينين ومصطفى الشافعي لمدة 4 مواسم قادمة مع النادي. وأوضح خيري أن اللاعبين وقعوا على عقود التجديد بعد جلسة مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في ظل تمسكهما بالبقاء داخل الفريق. ومن جانبه أبدى خيري سعادته باستمرار أبو العينين والشافعي لدورهما المؤثر مع الفريق بعد النجاح في الفوز ببطولة كأس مصر. وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة في 6:00 اليوم الجمعة قادمة من بولندا بعدما خاض الفريق فترة إعداد لمدة 10 أيام استعدادا لبطولة أفريقيا والتي ينظمها النادي خلال الفترة من 25 الجاري وحتى 6 إبريل القادم. وصلت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة بعد رحلة طيران شقة من مطار وارسو إلى مطار روما والذي مكست فيه البعثة ترانزيت حوالي 7 ساعات قبل استئناف الرحلة والوصول للقاهرة. ويواصل الجهاز الفني التحضير للبطولة بداية من غد السبت بحثاً عن تقديم عروض قوية والمنافسة على لقب البطولة. اللقاء اللي مستناه كل جماهير الكرة المصرية والجماهير العربية أيضا، يلتقي المنتخب الوطني في 10:45 من مساء اليوم نظيره البرتغالي على ملعب زي جروند.
تعليمات اللجنة المنظمة المباراة والتي تضمنت ارتداء المنتخب المصري القميص الأبيض حتى لا يتعارض مع اللون الأساسي لمنتخب البرتغال صاحب المباراة. وألقت صحيفة ماركا الأسبانية الضوء على المواجهة الودية المرتقبة بين منتخبي مصر والبرتغال التي تقام مساء اليوم. وقالت الصحيفة أن اللقاء يشهد مواجهة خاصة بين النجمين كريستيانو رونالدو والنجم المصري المتألق في العالم كله محمد صلاح، الثنائي الأفضل في أوروبا حاليا. وأضافت ماركا أن رونالدو وصلاح يتوجهان اليوم وربما يصبحان رفيقان قريبا في ظل الأنباء التي ترددت حول إمكانية انتقال صلاح إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل. والمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب يخوض في الوقت الحالي ودياته الأولى أمام نظيره السعودي على الملعب الفرعي بمدينة الملك عبدالله الرياضية. ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا في 27 من مارس الجاري على استاد الجوهرة في إطار استعداد الفراعنة لأمم أفريقيا 2019 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إن شاء الله. أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من الأهرام. الأهرام بتقول البدري يرفض التخلي عن أجاي وأزر. الأخبار بتقول حاوي الأهلي يكتفي بالتأهيل في الجيم. الجمهورية بتقول الأهلي والترجي دائما على موعد. والمساء بتقول البدري يتابع تدريبات الأهلي من كندا بالتليفون. الوفد بتقول عبد الحفيظ لا عروض لأجاي ومصلحة المنتخب وراء رحيل جمال إلى فنلندا. اليوم السابع الأهلي يبدأ جمع المعلومات عن منافسيه في دوري الأبطال. الوطن سبورت بتقول مارك فيش يرشح الأهلي ومازيمبي وزيسكو وسان داونز للمنافسة على لقب الأبطال. فيتو بتقول إكرامي يواصل تدريباته التأهيلية بمران الأهلي الصباحي. الأهلي دوت كوم بيقول وليد سليمان وإكرامي يستعدان للعودة لتدريبات النادي الأهلي. انتهت أخبارنا الرياضية كلها، دايما بتشرفوني وبتنوروني، ومع ألف سلامة.